السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة يا ولاد معانا فيديو قوي جدا جدا جدا، جمعت لكم اهم الباراجرافس اللي موجودة عندنا في يونت 1 الوحدة الاولى. طبعا انا عارفة ان دي مشكلة لطلبة كثيرة قوي قوي قوي، بالذات الطلبة اللي بتبقى رايحة جريد 4 اللي للأسف ما تعودتش ومن وهي في سنة تانية او تالتة ان هي تكتب جمل، بيعانوا بقى لما بيدخلوا رابعة لان هم بيواجهوا باراجراف. احنا مطلوب مننا نكتب موضوع معين، ما بيبقوش عارفين يكونوا جملة صح، مش عارفين يصيغوا الجملة بشكل سليم. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنحاول نعالج المشكلة دي، بس اهم حاجة لازم تكون مذاكر اليونت كويس جدا، حافظ الكلمات، وتعالى كده مع بعض واحدة واحدة وهنكون مع بعض اسهل 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 الجمل اللي هتشوفها، اللي ان شاء الله باذن الله بعدها هتلاقي الدنيا بقت سهلة جدا جدا معاك. بس في البداية يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول موضوع معانا يا ولاد بعنوان Food in Egypt، الطعام في مصر. تعالوا كده الأول أقول لكم على شوية خطوات لازم تعملها لما تيجي تكتب أي باراجراف. إيه هي الخطوات دي؟ لازم يا سيدي تسيب مسافة صغيرة قبل أول جملة، أول جملة بس يا تيتشر، قبل أول جملة بس بتسيب المسافة الصغيرة دي، وبعد كده بتبدأ تكتب أول جملة. بداية الجملة لازم تبدأ بكابيتال لتر، حرف كبير لازم، يعني ما ينفعش الإي هنا تعملها لي سمول، غلط. بداية الجملة ها كابيتال لتر، حرف كبير، وتبدأ تكتب الجملة بتاعتك عادي جدا جدا، وأول ما تخلص الجملة تحط الدوت اللي هي النقطة، يبقى بداية الجملة حرف كبير، آخر الجملة نقطة. والمعايا بداية الجملة حرف كبير، آخر الجملة نقطة، حاجات مهمة جدا خلي بالك منها. الجملة اللي بعدها تتكتب على طول وراها في نفس السطر، يعني ما تعملش هنا النقطة وتيجي عند الجملة التانية تبدأها لي من السطر اللي بعدها، لا غلط، الجمل كلها تتكتب ورا بعض. الجملة بقى خلصت هنا خلصت هنا خلصت هنا مالكش دعوة، انت تحط النقطة وتكتب الجملة التانية وراها على طول. خلاص يا ولاد، يبقى ما ننساش المسافة اللي بنسيبها قبل أول جملة، الحرف الأول يبقى كابيتال، نهاية الجملة نقطة أو فول ستوب، والجمل كلها تتكتب ورا بعض. طبعا مش هوصيكم الخط يبقى حلو، نحسن خطنا على قد ما نقدر، نسيب مسافة بين كل كلمة والتانية، حتى لو انت خطك مش أحسن حاجة لما تسيب مسافة كده بين الكلمة والتانية يبقى الموضوع مريح أكتر وأحسن بكتير قوي، فسيب مسافة بين كل كلمة والتانية. يلا بقى بينا نبدأ في أول موضوع زي ما قلت لكم اللي هو عنوانه Food in Egypt، الطعام في مصر. أول جملة قلتها لك إيه؟ ها؟ Egyptian farmers، الفلاحون المصريون. Egyptian farmers. طب يا تيتشر ينفع أقول farmers بس؟ عادي مش مشكلة، سهل على نفسك على قد ما تقدر. Egyptian farmers، الفلاحون المصريون مالهم؟ produce بينتجوا، الفعل ده أخدناه في الدرس الأول وهو فعل في غاية الأهمية. produce بينتجوا many عديد من، many عديد من things الأشياء. يلا تاني قول معايا الجملة، ها Egyptian farmers produce many things. تاني، الفلاحون المصريون Egyptian farmers بينتجوا produce عديد من many الأشياء things. الجملة على فكرة سهلة، أنا زي ما بقولها بكتبها، يعني بص أنا بقول بالعربي إيه، الفلاحون المصريون ينتجوا عديد من الأشياء، زي ما قلت كتبت، مفيش حاجة قلتها وما كتبتهاش، لأ زي ما قلت كتبت. Egyptian farmers، فلاحون المصريون، produce بينتجوا many things، عديد من الأشياء. الجملة التانية، they هم، teacher المقصود بthey مين؟ اللي هم الفلاحين، بس بدل ما اقعد اكرر لك farmers 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 استخدمت ضمير الفاعل اللي هو they. they grow، فعل grow مهم قوي، هم بيزرعوا tomatoes طماطم and onions وبصل. يبقى الجملة التانية قلت لك الفلاحين بيزرعوا ايه، جملة سهلة قوي، they grow tomatoes and onions. قول معايا they grow tomatoes and onions. تاني، they grow tomatoes and onions، هم بيزرعوا طماطم وبصل.
ايه كمان، ايه كمان هقوله عن الفلاحين؟ they هم يعني الفلاحين raise chickens. raise فعل مهم قوي، بيربوا ايه؟ ها chickens دجاج. ليه بيربوا دجاج؟ ها to get eggs، to get eggs للحصول على بيض. to get eggs تاني، they هم raise بيربوا chickens دجاج. ليه يا ترى بيربوا دجاج؟ to get eggs، to get eggs. بعد كده قلت ايه؟ ها Egyptian food. عن المسافة دي اوعى تسيبها، انا عشان كنت غلطانة فمسحت هنا وبدأت الجملة من اول هنا، لكن انت عادي الجملة دي هتبدأها من اول السطر، ها خلي بالك. Egyptian food الطعام المصري، Egyptian food الطعام المصري. يبقى انت خليك ناصح، كلمة Egyptian لو حفظتها هتستخدمها في جملتين، صح كده؟ اهو Egyptian farmers الفلاحين المصريين، و Egyptian food الطعام المصري. is يكون delicious لذيذ، Egyptian food is delicious. بصوا جملة اربع كلمات، Egyptian food is delicious، Egyptian food is delicious، الطعام المصري لذيذ. واخر جملة قلتها لك I like it. it هنا بتعود على الطعام المصري، بس بدل ما اكرر كلمة الطعام المصري تاني، فالطعام ده حاجة مفرد فشلتها وعوضت مكانها بالضمير it. I like it. تاني موضوع معانا يا ولاد بعنوان healthy food الطعام الصحي، healthy food الطعام الصحي. اول جملة سهلة قوي، انا خدتها من العنوان، حطيت بس I like، I like healthy food، I like healthy food، أنا أحب الطعام الصحي، I like healthy food. الجملة التانية قلت لك إيه؟ I always، كلمة always معناها دائما، عايز تشيلها شيلها مش مشكلة، ممكن تقول I eat عادي، I eat أنا باكل fruit and vegetables. يعني أنا عمال أقولك في أول جملة أنا بحب الطعام الصحي، طب ماشي بقى اديني الدليل، إيه الدليل اللي أنت بتحب الطعام الصحي؟ فجيت الجملة اللي بعدها قلتلك أنا دايما باكل خضروات وفاكهة، I always eat fruit and vegetables. وزي ما قلتلك لو عايز تشيل always عادي جدا، I eat fruit and vegetables، أنا باكل فواكه وخضروات، I eat fruit and vegetables، أنا باكل فواكه وخضروات. بعد كده قلتلك I eat chicken، أنا باكل دجاجة once a week. يعني إيه كلمة once؟ يعني مرة، ويعني إيه a week؟ يعني في الأسبوع. يبقى once a week مرة في الأسبوع. إشمعنى يعني الدجاج؟ لأن الدجاج من الحاجات الصحية، عايز تقول سمك ماشي، عايز تقول أي حاجة صحية ماشي، بس تكون صحية، لأن عنوان الموضوع عن الهيلثي فود الطعام الإيه الصحي. فقلت I eat chicken once a week، I eat chicken once a week. ممكن واحد مثلا يقول لي انا هشيل once a week دي وحط مكانها مثلا every Friday، كل يوم جمعة، صح عادي برضو. I eat chicken every Friday، انا باكل chicken دجاج كل يوم جمعة. بعد كده قلت لك I drink، يبقى جملة فيها eat يأكل وجملة فيها drink يشرب. I drink أنا أشرب milk حليب every day كل يوم. I drink milk every day، every day معناها كل يوم. I drink milk every day، أنا أشرب حليب كل يوم. I don't eat candy. هنا بقى جملة منفية، عشان أنفي الجملة يا ولاد، طبعا الجملة دي في المضارع، عايزة أنفيها، أنفيها يا إما ب don't يا إما ب doesn't، وطبعا الآي بتاخد don't. I don't eat candy، أنا مش باكل الكاندي. ليه يا ترى؟ إيه السبب؟ أهو because، علشان it isn't healthy، إنها ليست صحية. it isn't healthy، دي مين دي؟ الكاندي. it isn't healthy، إنها ليست صحية. يبقى آخر جملة قلتها لك إيه؟ يلا قول معايا. I don't eat candy، أنا لا أتناول الحلوى. ليه يا ترى؟ because، علشان it isn't healthy، إنها ليست صحية. طب يا تيتشا لو عايزة أقول unhealthy، أنا حتى كنت الأول متلخبطة وكاتبة un، عادي ممكن تقول unhealthy، بس في الوقت ده شيل النط، فهتقول because، علشان it is unhealthy، إنها ليست صحية. يبقى أنت لو حطيت النط شيل الان، ولو عايز تحط الان شيل النط.
اخر موضوع معايا بعنوان دميرة جوفرن ريت، يعني محافظة دمياط، وده اخر درس موجود عندنا في الوحدة الاولى. اول جملة قلتها ايه يا ولاد؟ ركز معايا. دميرة دمياط is تكون an Egyptian governorate، محافظة مصرية. كلمة Egyptian كذا مرة نستخدمها، احفظوها مهمة. كلمة governorate احفظها لأنها برضو مهمة. governorate محافظة، governorate على فكرة هي سهلة، هي طويلة بس سهلة. G-O var ver narrate narrate governorate. يبقى اول جمله عرفتك مين هي دمياط. حد كده معدي يقول لك ايه ده، مين دمياط دي؟ قول له يا عم دمياط دي محافظه مصريه. دميرة is an Egyptian governorate. يلا قول تاني معايا الجمله. ها، دميرة is an Egyptian governorate. دمياط تكون محافظة مصرية. خلي بالكم الانجليش بيمشي بالعكس، يعني انا بقول محافظة مصرية ابدأ بكلمة مصري Egyptian وبعد كده محافظة governorate. طب ليه تيتشر هنا حاطة ان؟ مين الان دي؟ الان دي اسمها اداة نكرة بتيجي قبل الاسم المفرد. فين الاسم المفرد؟ اهو محافظة، محافظة واحدة. لما يكون عندك اسم مفرد لازم تحط معاه اداة النكرة الآ والآن. طب ليه ما حطيتش الآن يا تيتشر قبل المحافظة؟ يعني بما ان المحافظة دي هي الاسم المفرد، ليه ما حطيتش الاداة هنا؟ لان فيه هنا صفة Egyptian، فلو حطيت الأداة هنا الصفة هتزعل، تقول لك يا عم ما أنا واقفة أهو كده، تحط الأداة قبل الاسم المفرد وأنا واقفة فهتزعل. فإحنا منعا للإحراج هنحط الأداة فين؟ ها، قبل الصفة والاسم، قبل الصفة والاسم، قبل الصفة اللي هي Egyptian وقبل الاسم المفرد اللي هو governorate. دميرة is an Egyptian governorate. الجملة التانية قلتها the land، الأرض. إن دميتة في دمياط، مالها؟ مالها الأرض؟ إز تكون ريتش إن، غنية به. من الكلمات المهمة جدا nutrients، العناصر الغذائية، كلمة مهمة جدا. The land in دميرة is rich in nutrients. عايز تشيل إن دميتة عادي، بما إن إحنا بنتكلم على محافظة دمياط فأكيد الأرض في دمياط، يعني عادي عايز تشيلها ماشي. The land is rich in nutrients. The land، الأرض، والمعايا is تكون rich in، غنية ب nutrients، العناصر الغذائية. الجملتين الجايين جملتين سهلين قوي، جملة هتكلم على الفلاحين وجملة هتكلم على الصيادين. الجملة بتاعت الفلاحين قلت فيها ايه؟ The farmers، الفلاحون، grow، بيزرعوا، potatoes، بطاطس، and tomatoes، وطماطم. الجملة دي على فكرة احنا قلناها في الطعام المصري، فالجملة دي ممكن تقولها في الباراجراف بتاع الطعام المصري Egyptian food او food in Egypt، وممكن تقولها برضو في الباراجراف بتاع محافظة دمياط. تاني، The farmers، الفلاحون، grow، بيزرعوا، potatoes، بطاطس، and tomatoes، وطماطم. بعد كده الجملة بتاعت الصيادين، ها، The fishermen، الصيادون، مالهم؟ catch fish، بيصطادوا سمك. بصوا الجملة ثلاث كلمات، The fishermen catch fish، The fishermen catch fish، الصيادون بيصطادوا سمك. واخر جملة قلتها عن الحيوانات اللي موجودة في محافظة دمياط، فقلت ايه؟ cows and goats، الابقار والماعز. cows and goats، الابقار والماعز، living، يعيشوا في دميرة محافظة دمياط. cows and goats living دميرة، والمعايا cows and goats living دميرة، الأبقار والماعز بيعيشوا في محافظة دمياط. طبعا في جمل كتيرة برضو ممكن أقولها عن محافظة دمياط، ممكن تتكلم على التعداد السكاني حوالي 1.5 million people، 1.5 مليون شخص living دميرة بيعيش في دمياط. ممكن تتكلم على الجبنة الدمياطي دميتي تشيز، ان هي delicious، دميتي تشيز is delicious. يعني في جمل تانية يا ولاد نقدر نكتبها، الجملة السهلة بالنسبة لك خليك معاها بحيث تكتبها لو جالك paragraph عن دميرة governorate.
بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.